الناصرين والمشجعين لهذا المشروع النقابي الذي ولد في المغرب لكي يقطع بلغة الحسم فيما يتعلق بنظرية الحزب الوحيد ونظرية النقابة الواحدة، ويكرس بقوة القانون مبدأ التعددية الحزبية والنقابية اللي منصوص عليه في دساتير الوطن منذ استقلاله. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تحول الكبير اللي كيعرفو المغرب على اعتبار على امتداد التاريخ ديالو في الدولة المستقلة لتكريس فعلا هذه التعددية الحزبية والنقابية وإعطائها المجال لتعبر عن نفسها وتقوم بالوظائف المعنية بها في المجال الثقافي، في المجال السياسي، في المجال التربوي، في المجال الإعلامي والصحفي. ومن هنا أؤكد على أن اختيارنا لهذا الموضوع هذا المتعلق بمنظومة حقوق الإنسان واحترام الملكية الفكرية هو عنده علاقة مباشرة بمجالنا احنا الصحفي والإعلامي. احنا اليوم بالمناسبة لن نتحدث بلغة الإسهاب على المنظومة ديال حقوق الإنسان ولا على الجانب المتعلق بالملكية الفكرية، ولكن سنخصص مع الأساتذة المحترمين هذا التدخل فيما يتعلق بالنشاط الإعلامي والصحفي إلى أي درجة تتبرور فيه الحقوق ديال الإنسان، وكذلك فيما يتعلق بمدى احترام كل المتدخلين في البلاد لما يسمى بالملكية الفكرية. ربما كيطرح الإنسان تساؤل، شنا هي الدواعي المباشرة اليوم لاختيار هذا الموضوع اللي عنده علاقة بالهم الصحفي والإعلام؟ من دون شك أيها الإخوان وكلكم تتابعون التحولات اللي عاشها المغرب، فعاد هذه الحكومة القديمة السابقة الحالية والسابقة اللي طبيعة الحال تعاملت مع المشهد الصحفي والإعلامي ليس من موقع تعزيز وتطوير الممارسة الصحفية والإعلامية في المغرب، بل تعاملت معه للأسف. ربما الإخوان غادي يبرروا هذه المسألة في تدخلاتهم. كان تدخل ديال الحكومة في إطار ما يسمى بتقليص هذا المجال ديال الدور ديال الصحافة والإعلام في المجتمع. في الوقت اللي احنا في نظام ديمقراطي، في الوقت اللي احنا في نظام حداثي، في الوقت اللي احنا في نظام ينادي ويكرس ويطبق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن دون شك أيها الإخوان كلكم تابعتم المسار ديال المنظومة القانونية اللي تم تمريرها بالأغلبية الحكومية السابقة واللاحقة، خاصة في عهد بن كيران. لماذا؟ لأنه اعتقد بين المزدوجتين على أن التماسيح والتعابين والعفاريت الذين يطاردونهم يسلطون هذا التعابين والتماسيح والعفاريت من خلال الإعلاميين. فكان بطبيعة الحال هم هذه الحكومة هو البحث عن الصيغة القانونية لضبط الممارسة الإعلامية حتى تكون منصة للدعاية للعمل الحكومي ومنصة ليس لتمكين الإعلام والصحافة من ممارسة الدور ديالهم التنويري والمحاسباتي. فكما تعرفون النظم الديمقراطية اللي كتحتار منصة وسعات المجال ديال الممارسة ديال الإعلام والصحافة حتى يكون الرأي العام الوطني في مجتمعاتها قادر على جوج الحوايج: المساءلة والتنوير ديال المجتمع. وحبدا احنا بلادنا اللي احنا الان في العهد الجديد اللي حامل شعارات رفع شعارات كبيره، احنا الان بصدد الترجمه ديالها على الارض، وكلكم تعرفون على اننا في نظام الان ينشد الديمقراطيه والحداثه. كلنا الان في مجتمع ديمقراطي حداثي، ومن واجبنا كمنظمات نقابيه ومدنيه وحزبيه ان نعمل على تكريس هذا المجتمع على الارض ونقطعه بيد من حديد الطريق على كل الذين يعادون ويعارضون الدور ديال هذا الإعلام والصحافة كسلطة رأي عام، كصاحبة الجلالة التي كيف كما يقال تقدم لها القرابين، وكيف كيتقال أيضا تقدر مسؤوليتها في مجتمعاتها. وما أحوج بلادنا الآن نحن في نظام التعددي أن نعطي الصحافة والإعلام هذا الدور. كما قلت الحكومة السابقة وجدت الحل سهل باعتبار وزارة الثقافة الإعلام كانت في يدها،
وبعلاقات لا اقول مشبوهه بعلاقات متعدده الاطراف كونت لجنه لصياغه ودباجه مجموعه قوانين كنا احنا كنقابه مستقله من الاوائل في معارضتها، ماشي على مستوى الصياغه فقط، على مستوى تشكيل اللجنه لصياغتها التي كانت تسمى باللجنه العلميه. وللاسف واقولها للاسف تنظيمات نقابيه نحترمها في اطار التعدديه ولكنها خانت رصيدها التاريخي باعتبارها جزء من القوى الوطنيه التي كان عليها ان تكون سباقه لان تسمح بالمشاركه ديال كل الطوائف كل الاطياف ديال المجتمع الصحفي من نقابات من تنظيمات من جمعيات هذيك اللجنه حتى تكون صياغه للقوانين الجديده كتحظى بالموافقه والثقه ديال جميع الفاعلين سواء كانوا مع الدوله او ضد الدوله. ولذلك جاء منتوج هذه اللجنه الذي عرضناه في وقته وقلنا انه من العار حكومه جديده كتاسس في اطار المنهجيه الديمقراطيه اللي جا بها العهد الجديد واللي حنا الان كنعيشوا في ظلها اننا في اطار نظام كتجي الحكومه فيه من عبر صناديق الانتخاب وعبر صناديق الانتخاب يفرض على هذه الحكومه احترام الاراء التي تعارضها وتتناقض معها. للاسف دخل هذا الحزب هذا في صراع مع نفسه ومرر واقولها بتواطؤ مع كيف قلت التنظيمات كان عليها ان تكون في صف المعارضه الديمقراطيه وان تفتح المجال في اطار المقاربه اللي طرحنا احنا وقلنا للوزير السابق لا بد من احترام المقاربه التشاركيه التي تقتضي ان نشارك جميعا في صياغه القوانين لماذا لانها لا تهم جانبا واحد وتقصي بقيه الجوانب. وللاسف اقولها صدرت المنظومه القانونيه الثلاثيه الشهيره بحال القانون ديال الظاهره البربريه ديال 1930 المعسوف عليه صدرت هذه القوانين وهي لا تتوفر على المشروعيه ديال الفاعلين قبل من المواطنين وقبل من البرلمان وتتمثل في مدونه النشر وفي قانون الصحفي المهني وفي قانون المجلس الوطني الذي انتخب في غياب المشاركه ديال جميع الطوائف النقابيه وغيرها التي تؤثر وتؤثر النقابيه. اختتم الاخوان هذا هو الاطار اللي حنا درنا فيه هذا النشاط هذا باش نعمقوا النقاش حوله من اجل المستقبل. واختتم الاخوان هذه المداخله ديالي بان نقابتكم مستعده الى ان تكون صوت من لا صوت له ومنبر من لا منبره للدفاع عن حريه التعبير والدفاع فعلا عن حقوق الانسان وعن الملكيه الفكريه. واختتم كلمتي ب كيف كيقولوا الطموح في ان ينتهي هذا النشاط اليوم هذا النشاط اللي كنديروا اليوم الى تحقيق الغايه منه وهو رفع المستوى ديال الوعي ديالنا كاملين بالاشكاليات التي تواجهنا كما قلت لكم في المجال ديال الاعلام والصحافه. وشكرا. شكرا للسي فريد والامين العام للنقابه المستقله للصحفيين المغاربه الذي تحدث عن المنظومه الحقوقيه وارتباطها بقانون الصحافه وكذلك دور الاعلام في التعريف بهذه المنظومه الحقوقيه اضافه الى مسار صياغه قانون مدونه الصحافه والنشر والذي لم يحترم التعدديه. الان غادي نمر الكلمه للاستاذ عبد الرحمن بن دياب رئيس الوطني للتحالف المدني لحقوق الانسان ليتفضل. تحيه عاليه لكل الفعاليات الاعلاميه والحقوقيه الحاضره في هذا اليوم الدراسي. تحيه شكر وتقدير لزملائي تحيه شكر وتقدير لزملائي في النقابه المستقله للصحفيين المغاربه على دعوتهم الكريمه وايضا على اثاره هذا الموضوع الذي طبعا اصبح موضوع الساعه والكل يتحدث عنه. الموضوع الا وهو احترام الحريه الفكريه وما ادراك ما الحريه الفكريه. وطبعا المتضرر رقم واحد من هذه الحريه الفكريه اكيد ما يجده من الممارسين والناشطين في المجال الاعلامي. فتجد مثلا شخصا مثلا ناشط اعلامي مثلا يبذل مجهودا كبيرا في اطار تغطيه معينه او في ابداء مثلا راي طالع مقاله او راي ولا شيء من هذا القبيل وتجد شخصا اخر ياتي وياخذ ذاك المقال بالكامل والاكثر من ذلك ياخذ احيانا بالنقطه والفاصله فقط يحذف اسم الكاتب الحقيقي ويضع اسمه وهذه طبعا سرقه واضحه وهي اقبح من السرقات التي تعرفها جرائم الحق العام. اذا
لهذا فالمشرع طبعا مشرع مغربي قبله ايضا يعني اتفاقيات دوليه وبروتوكولات اختياريه التي تم توقيعها في هذا الشان كلها تدين هذا العمل وتعتبره عملا اجراميا خطيرا يعني اخطر كما قلت من تلك العمليات السرقه سرقه الموصوفه او سرقه اخرى. اذا هذا اكبر من ذلك. لماذا؟ لان اهم واثمن ما كاين عند الانسان هو الفكر. يعني قداسه الجسم الانساني تكمن في عقله وهذا العقل الذي ينتج افكار. اذا لا يعقل على ان واحد الشخص بدل واحد كبير وبدا ودار مثلا واحد انتاج ادبي او علمي ويجي واحد اخر يعني ببساطه وتيحتل يعني انه تيستحوذ على ذلك العمل وتيحاول يتحايل به على الاخرين. وهذا طبعا كما قلت هذا بئس هذا العمل. علاش؟ لان ولو اننا يعني نرفض الجريمه بشتى انواعها فحين نتحدث مثلا عن جريمه السرقه قد يجد يعني الفاعل المدني لذلك مثلا لذلك يعني من قام بفعل السرقه قد يجد له مبررا بسبب الفاق، الإملاق، قلة الحاجة، ظروف اجتماعية معينة إلى آخره. هذا تنتكلم على دوك العمليات السرقة. ولكن منين يجي واحد الشخص اللي هو متنور وعنده واحد المستوى من العلم والمعرفة ويسرق مقالات ديال الزملاء ديالو أو يسرق مثلا أفكار ديال الآخرين فهنايا كما تنقولوا هنا تيكون الفعل مشدد العقوبة. لأن هذاك الشخص ما سرقش ديك الأفكار من أجل مثلا أن كما تقولوا من اجل القوت. مازال نقدروا نقبلوا كما قلت على اننا واحد الشخص مشى سرق ولا شي حاجه ربما لقله الحاجه صوب ياكل ولا يوكل وليداته ولا هذه نقدروا نلقاو له العضو ولو انه مرفوض اصلا لان هذا عمل مرفوض قانونيا اخلاقيا انسانيا الى اخره. ولكن باش يجي واحد الشخص وسرق افكار او مقالات ديال اخرين لان هذه تسمى سرقه ترفه. هذا غير ترفه شي حاجه هنا انك سرقتي ديك المقال ماشي غادي كما تنقولوا غادي يشبع الجوع ديالك او انه غادي يقوي ديك الحاجه ديالك. وبالتالي هنا الرساله طبعا وهنا علاش نشكر يعني الاخوان في النقابه المستقله الصحفيه المغربيه لان في هنا اثاروا موضوع حساسا من اهم المواضيع الراهنه التي نعيشها الان. كما قلت هو الموضوع ديال الحريه الفكريه. طبعا المشرع وضع واحد المجموعه ديال القوانين وضعيه اللي هي كتحمي الحريه الفكريه. فاش نتكلموا عن الحريه الفكريه راه ماشي فقط في المجال يعني ديال الصحافه والاعلام بل الحريه الفكريه تشمل ايضا حتى العلامات التجاريه يعني تشمل الملكيه الصناعيه تشمل مجموعه يعني تتهم واحد المجموعه من يعني من العلامات اللي القانون وضع عليها واحد كما تقول على انه وضع لها واحد النصوص التنظيميه اللي تتسمح لهذاك الاخر يعني صاحب يعني ديك صاحب الحق هذا الملكية باش انه تيأمن يعني تيأمن المنتوج ديالو. ولكن الإشكال فين كاين؟ الإشكال تنجم في المقاربة القانونية. يعني ما ثبت يوما أن مثلا صحفيا أو جريدة معينة رفعت شي دعوى أو دارت شي شكاية مثلا سواء لا يعني شكاية قضائية ولا شكاية يعني الهاكر وأنها اتخذت بعين الاعتبار. كاين شهادة استعلام. وهذا هو أنا يعني كاين واحد الصعوبة ديال الإثبات وكاين واحد الصعوبة حتى ديال التناول ديال هذا الموضوع هذا. مما شي يخلي مما انه تيخلي هذا المشكل غادي في تزايد. وبالتالي انا حين شكرت النقابه المستقله طبعا انا شكرتها فشكرتها طبعا اعتبارا على ان هذا اللقاء نتمنى انه يكون واحد دعامه اساسيه ويكون واحد منطلق لتحيين هذه القوانين ولتفعيلها وتطبيقها. لان لا يعقل بان عندنا واحد ترسانه قانونيه يعني قوانين وضعيه مجموعه من الفصول مجموعه من المقتضيات ديال الدستور المغربي وايضا كاين واحد المجموعه ديال كاين مجموعه ديال الضهائر الشريفه اللي هي ايضا تتكلم على هذا الموضوع هذا بالاضافه كما قلت الاتفاقيه الدوليه والبروتوكولات الاختياريه اللي طبعا المغرب سابق عليها. اذا في مجمل هذه الترسانه القانونيه الوطنيه الدوليه كان لزاما على ان الاليه ديال النيابه العامه والاليه مثلا ديال السلطات المعنيه انها تحرك في هذه الجانبات باش تحمي الحقوق الفكريه ديال هاد الناس اللي تيجتهدوا. اذا نعيب وعار على ان يلقى مثلا واحد ناشط اعلامي مثلا يقدر يبني واحد مثلا واحد المجهود كبير ويقطع واحد المسافات كبيره باش انه يغطي واحد الخبر ويجي واحد اخر تيحيد ليه سميتو ويدير السميه ديالو.
يعني بمنتهى قمة الغباء. وللأسف هذا الشيء اللي ساهم في هذه العملية بزاف هو تبس على التطور المعلوماتي والإعلام وشغل الإنترنت، وهذا ساهم واحد الشكل كبير في هذه العملية. وكان للأسف أن المطلوب على أننا نستفدوا يعني من هذا التطور العلمي في هذا الجانب في صقل المعارف ديالنا والقدرات ديالنا، فتتلقى ذلك الإنسان اللي هو ضعيف واليوم انه يبذل مجهود، واليوم مثلا ما يحضر مثلا لقاء بحال هذا اللقاء ايضا هو يوم دراسي فعلا، لقاء اللي هو اشاعي ويسار ايضا لتقويه قدرات الفاعلين اللي هما مشاركين في هذا اللقاء هذا. لان انا حين استمعت مثلا لمداخله السيد الامين العام للنقابه المحترم، اذا اكيد على ان اختي سمع عنده واحد المجموعه ديال المعطيات اللي هي مهمه، اذا انا في حضوري هذا وفي مشاركتي فقد استفدت، فقد صقلت معارفي ومعلوماتي، وايضا اعتبره هذه المشاركه هي بمثابه تقويه قدراتي انا ايضا شخصيا. اكيد غادي نسمع الاستاذ المحامي طبعا غتكون عنده واحد المجموعه ديال الاضافات اللي غادي نستافدوا منها، غنستافدوا ايضا من التدخلات ديال الحاضرين اللي هما معنا في القاعه. وبالتالي اقول على ان الخير وسيله باش ان الانسان يوصل كل ما يصب اليه ويوصل ويدير الاسم ديالو ماشي بالسرقه الادبيه وانما بالعمل. وما نيل المطالب بالتمني ولكن توقد الدنيا غلابة، لأن حتى الناس باش تفهم واحد المسألة، أكيد أن الإخوان في النقابة يعرفوا على أن كل مثلا علاش أنا تركز على الصحفي، لأن أكيد أنا النقابة اخترت هذا الموضوع وتخص، لأن ما غاديش نتكلموا على الملكية الصناعية ونتكلموا على العلامات التجارية في هذا اللقاء، هي يعني المسألة ديال الملكية الفكرية في مجال الصحافه. وباش نبقى انا يعني وفي لهذا الموضوع هذا نتكلم على هذا، نبقى دائما داخل هذا الاطار، لان الموضوع ديال الملكيه الفكريه هو موضوع واسع جدا ومتشعب، ولا اعتقد ان ديك المده اللي منحتني اياها الرئاسه ديال هذا اللقاء ستشفي لتناول هذا الموضوع. شكرا. اذا كما قلت على ان اكيد ان كل ناشط في المجال الاعلامي المفروض على انه يوضع نفسه واحد بصمه كتابة ديالو، وما يسرقش المقالات ديال الاخرين وما يسرقش هادي. علاش؟ لان ما عمرو غادي يدير بلاصتو في الحقل الاعلامي. نعطيكم مثال، دابا غتفرضوا كاين مثلا كتاب عندنا في المغرب تنعرفوهم، غتقبط المقال بدون ما تقرا الاسم ديال الصاحب ديالو ولا الجريده، غير غادي تقرا الفقره الاولى غتقول هذا المقال ديال فلان ولا ديال فلان مباشره، بحال ديك الاستاذ اللي تيكونوا تيقراو عنده التلميذات فاش يكون تيصح الوريق بلا ما تجيو في السميه غادي يقبط الورقه. طبعا هذا الشيء كريم اللي كانت يمت النيه في التعليم وكذا، قالت يقبض الورقه تيعرفها ديال هاد التلميذه ولا ديال ديك التلميذ، عارفه الممارسه والكتابه اليوم وغدا الى اخره. وبالتالي كما قلت يعني هذه رساله للجميع على ان هذه المساله ديال السرقه الفكريه خاصه في المجال الاعلامي فبالعكس هي كتهرس صاحبها، وبالتالي راه ما عمره غادي يتقدم وغادي يبقى دائما على هذاك النحو، وما يمكن ليش يدير الاسم ديالو يعني في الساحه الاعلاميه. ثم ان مساله اخرى حتى يعني الاليه ديالو والاشتغال وهذيك الملكه اللي تتكون ما تتطورش، وبالتالي كان لزاما على يعني خارج المساله ديال المنظومه القانونيه الى اخره نتكلموا على المنظومه الاخلاقيه. يعني عيب ان مثلا واحد يعني امام المال، راه مازال الناس راه فاكر دوك اللي تيسرقوا راه تيسرقوا وهما مخبعين ما تيشوفهم حد، ولكن واحد تيجهر بالسرقه ديالو امام العالم، تيكتب مقال فلوطو تيسرق مقال وتيزيد ليه السميه ديالو وتينشرو، كأنه هو اللي كتب ديك المقال وتيعتقد بأن الناس الآخرين راه ما تيعرفوش. لا، والأكثر من ذلك دابا تتلقاو بحق للأسف هذا شيء مخجل جدا، وهنا المسألة ماشي كتالي، فكتلقى أساتذة جامعيين تيسرقوا أبحاث ديال الدكتوراه ديال الماستر، وراه كان تارت واحد المرة هنا عندنا في الكلاس كلية الآداب، كلية الآداب كان تارت واحد الموضوع ديال استاذ جامعي دكتور سرق الدكتوراه، سرق من واحد المجموعه ديال المقتطفات من واحد الفيلسوف ايطالي، وكان اتهامات وكانوا بعض العمداء ديال الكليه اللي سارقين الدكتوراه. اذا هذه المساله هذه كما تنقولوا ديك الفقيه اللي تسنينا بركته تدخل للجامع بلاكته، كيفاش ان استاذ جامعي سرق البحث ديالو من عند استاذ اخر ولا من شي جهه اخرى؟ او كاينه حتى واحد العمليه تدار مثلا في الكليات، تيجي مثلا شي طالب عنده مثلا البحث ديال الاجازه ديال الماستر تيمشي لشي كليه بحال ما هو في الكناس، تيمشي لوجده ولا يمشي لاكادير، تيعتقد انه ذاك التبعيد ديال المسافات راه ما غيعرفو حد. هو دابا راه العالم راه اصبح كقريه صغيره، ماشي كلشي راه بدا تيطلع، وبالتالي ضروري على ان الانسان حتى الا كان عنده هاد
هذا السلوك اللي ماشي حوله ويحول غيره. ومساله اخرى من خلال النقابه المستقله للصحفيين المغاربه، كلا التوصيات اللي غادي تخرج انا تسجل او اقترح واحد التوصيه على ان تكون واحد الرساله يعني لوزاره الاتصال والجهات اللي هي الحاليه باش يتفعل هذا القانون ديال الحمايه الفكريه وحمايه كتابه القانون والمساله ديال المقالات والمنتجات الفكريه والعلميه الى اخره. ما نطولش عليكم بزاف لان نخليو مازال ربما التفاعل داخل القاعه والنقاش غادي يضفي واحد الطابع ديال الجمال على المداخله اكثر. مره اخرى اشكر النقابه المستقله للصحفيين المغاربه على دعوتهم الكريمه وعلى اتاحتهم لي الفرصه للقاء بهذه الوجوه الجميله، وتحياتي لكم جميعا. القيمه ديالو اللي تناول فيها مجموعه من الامور واهمها هي الملكيه الفكريه في مجال الابداع الفكري وسرقه المقالات، اللي حتى هي من الجرائم التي عاقب عليها القانون، وموجود هناك ترسانه قانونيه اللي وجب اليوم انها تخرج الحيز الوزن للتطبيق نتاعها، لان هذه المنظومه هي اللي غتحافظ على اخلاقيه المهنه في هذا المجال تاع الصحافه والاعلام وكذلك في مجال البحوث. الان غنعطيو الكلمه للاستاذ الحرش فريد محامي بهيئه مكناس وباحث في سلك الدكتوراه. أولا السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه المستعان. أنا أتقدم بالشكر الجزيل للنقابة المستقلة للصحفيين المغاربة على صديمها لهذا النشاط الفكري الذي قل نظيره في مدينة مكناس وما جاورها. كذلك أتقدم بالشكر الجزيل للحضور الكريم وشكري كذلك للمتدخلين في موضوع هذا اليوم. الموضوع الذي أود المساهمة به في يومنا الدراسي هذا هو متعلق بالآليات القانونية لحماية حقوق المؤلف. إذن في مداخلتي في هذا الموضوع ستكون أكاديمية قانونية فيما يتعلق يعني طرحها وشرحها. كما تعلمون الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن سائر المخلوقات الأخرى بالعقل وبالفكر، وبذاك العقل يبدع ويعبر عن مشاعره وأحاسيسه وآرائه وأفكاره، ويترجم هذا الإبداع الذي مكن الله الإنسان منه بطرق شتى، منها الرسم، منها الموسيقى، منها الأداء، ومنها الكتابة. إذن هذا التعبيرات الإنسان أراد المشرع ومنذ زمن بعيد أن يحاول حمايتها وتحصينها، منها من أجل أن يشجع المبدع والمؤلف والموسيقي في يعني المضي قدما في تطوير منتوجه الفكري، ومنها كذلك أن يساعده في استثمار منتوجه الفكري فيما يعود فيه عليه بالنفع. إذن فتنوع الأشكال للإنتاجات الأدبية والفكرية جعلت من المشرع المغربي يصادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحماية المؤلف في هذا الشأن، وكذلك سن قوانين داخلية لغايتها هي حماية المؤلف، حمايته وجعله يستثمر مجهوده الفكري فيما يعود عليه بالنفع وعلى المجال العلمي. هذا الموضوع الذي يطرح الإشكالية يعني حدود الحماية القانونية للملكية الفكرية في المغرب، حاولت يعني ملامسته من خلال تقسيمه إلى قسمين. أولا سأناقش الحماية الإجرائية، ما هي الإجراءات التي سنى المشرع لحماية الملكية الفكرية، ثم الإجراءات الموضوعية التي نظمها المشرع لحماية الملكية الفكرية. فأول إجراء يمكن للمؤلف أن يلجأ إليها لحماية الملكية الفكرية أو يعني حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة هو الإيداع، الإيداع القانوني. يعني قبل الإيداع القانوني يصعب التحدث على أن هناك ملكية فكرية لشخص ما معين أو يعني إلى غير ذلك. إذن الإيداع القانوني ما هو يعني هذا الإيداع القانوني؟ الإيداع القانوني هو يعني وضع هذا المنتج الفكري لدى يا إما
الإدارات المخصصة لذلك أو لدى المكتبة الوطنية أو الإدارة المخصصة لها بطرف المكتبة الوطنية. الهدف من الإيداع ديال هذه المؤلفات والإبداعات الفكرية هو أولاً أن الشخص يحمي حقوقه على هذه الإبداعات الفكرية، وثانياً أن الدولة تستطيع أن تضبط ما هي الكتابات أو المؤلفات الموجهة للعموم، إذن توجيه للعموم أفكار أو مبادئ أو آراء، رغم أن حق من حقوق الإنسان يعني يعبر بها عن آرائه وعن أفكاره وعن ما يتصوره بخصوص قضايا معينة إلى غير ذلك، إذا كانت ستوضع في منشورات يعني محددة ومكتوبة وستوجه للعموم، ألزم المشرع منتجها أن يتقدم بالإيداع القانوني لها. والإيداع ما هو؟ يعني ليس أنا كل شيء يمكن أن نتحدث عن ضرورة إيداعه، لأن المشرع في القانون 1968 حدد أحكام تفصيلية ماذا سنقوم، ما الأمور التي يتم إيداعها وما هي الأمور التي لا تتطلب أن يتم إيداعها. إذن الوثائق أو المصنفات المشمولة للإيداع القانوني حسب المادة 3 من قانون الإيداع، لأن الإيداع كما قلنا وضع له المشرع قانون خاص بالإيداع، يعني هناك قانون خاص صدر 2003 رقم 1968 خاص بالإيداع فقط. ما يجب إيداعه؟ هناك الوثائق المطبوعة، كتب، دوريات وأطروحات، المنقوشات والصور والصوتية والنوتات الغنائية، الوسائط المتعددة وقواعد البيانات، هذه هي المصنفات المشمولة بالإيداع. فيما يتعلق هناك مصنفات مستثنات من الإيداع اللي هي أعمال الطبع، المسمات مطبوعات مدنية، لا سيما الرسائل والدعوات، إعلان النماذج، عقود البيع والشراء وما يمثلها، أعمال الطبع المسمات مطبوعات تجارية كذلك لا تتطلب يعني الإيداع ديالها، أوراق التصويت والأوراق الانتخابية، البحوث المنجزة في إطار الدراسات الجامعية من قبل الرسائل والأطروحات غير مرخص بنشرها. من هو مكلف بالإيداع؟ من الملزم بالقيام بعملية الإيداع إذا توفرت له مصنفات قابلة للإيداع؟ الشخص المكلف بالإيداع هو المؤلف المغربي أو الناشر المقيم بالمغرب أو الطابع أو المنتج أو الموزع المقيم بالمغرب. يتم الإيداع في نسخة من هذا المصنف تسلم إلى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أو المصلحة الإدارية المرخص لها بذلك. يعني كما قلنا، ثم هناك إجراءات تحفظية لحماية هذه المصنفات وحماية الملكية الفكرية بصفة عامة، منها الإجراءات الاستعجالية. إجراءات استعجالية، أولاً يمكن اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لمنع أو إنهاء الاعتداء على المصنف. ثانياً يعني منع أو الحجز على المصنفات الغير المرخصة، إما اللجوء كما قلنا إلى القضاء الاستعجالي، هنا أتحدث للقضاء المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها ما مكان الذي ارتكب فيه الاعتداء على المصنف. كذلك يتم اللجوء إلى الحجز من طرف المؤلف أو المنتج أو الأشخاص المسموح لهم بالإيداع، هم الأشخاص الذين يحق لهم اللجوء إلى تحقيق هذه الحماية. ثم حجز النسخ، يقدر طلب حجز، طلب يعني وقف هذا الاعتداء على المصنف، ثم طلب حجز المصنفات الغير مرخصة، يقدم طلب نصفي إلى هذه المصنفات، ويطلب أن يصدر رئيس المحكمة الابتدائية بأمر بحجز نسخ المصنفات أو المسجلات الغير مرخصة. كذلك يمكن الحجز حتى على الإيراد يعني المال الذي حققه الشخص الذي اعتدى على الملكية الفكرية لشخص معين، يمكن الحجز حتى على يعني الناتج عن هذا الاستغلال. ثم كذلك بالإضافة إلى هذه الحماية الإجرائية، هذه الإجراءات الاستعجالية الاستباقية، هناك إجراءات موضوعية يمكن لمن اعتدي على ملكيته الفكرية المدعى باللجوء إليها. سنتحدث عن الحماية المدنية لحقوق المؤلف في النطاق الرقمي، يعني هناك حماية مدنية وهناك حماية جنائية، يعني المشرع قد يصل حتى إلى العقوبات سالبة للحرية في هذا المجال.
فيما يتعلق بالحماية المدنية، نتحدث هنا عن الدعوة المدنية التي لا بد منها من توفر الخطر والضرر والعلاقة السببية. هنا المسؤولية ممكن أن تكون مسؤولية عقدية، ممكن أن تكون مسؤولية تقصيرية. نتحدث عن المسؤولية العقدية، إذا كان الذي اعتدى على الحقوق الملكية هو شخص متعاقد معه، كأن يكون مثلا المؤلف متعاقد مع دار للنشر على إنتاج يعني كمية معينة من المنشورات في أجل معين، وأن تكون دار النشر قد أخلت بما اتفق عليه مع المؤلف إلى غير ذلك. هنا في الحالة نتحدث عن مسؤولية عقدية. كذلك ممكن أن نتحدث عن المسؤولية التقصيرية. المسؤولية التقصيرية وهنا لا بد من لإثبات المسؤولية التقصيرية، نتحدث عن الخطأ والضرر والعلاقة السببية، أن يكون بالفعل من اعتدى على المسؤول قدر من اعتدى على المصنف قد ارتكب خطأ معينا، ثم أن تكون هناك ضرر والضرر هنا يعني يصعب تحديده في مجال القضاء، لأن الضرر في عدة أحيان يكون ضررا معنويا أكثر من هو ضرر مادي، لكن حتى الضرر المعنوي هناك سلطة تقديرية للقضاء للتعويض على الضرر المعنوي. أما إذا كان هناك ضررا ماديا فالخبرة وغير ذلك ممكن إثباته للحكم بالتعويض في هذا المجال. ثم نتحدث عن تنفيذ هذا الحكم المدني في مجال يعني الاعتداء على الملكية الفكرية. كان يوجد هناك تنفيذ عيني، تنفيذ بالمقابل. التنفيذ العيني هو يعني إذا كان هناك تغيير مثلا في مصنف من المصنفات بأن تم تغيير طبيعته، بأن أدخلت عليه يعني تعديلات هي غير قانونية في حد ذاتها وأضرت بالمصنف، يمكن أن نتحدث عن التنفيذ العيني، يعني إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه. مثلا باحث مثلا مؤلف أصدر كتاب معين وتم يعني الاعتداء على حقوقه من طرف مؤلف آخر بأن غير فقط عناوين الفروع الكبرى وأصدر كتاب يعني في هذا الشأن، فممكن أن يكون هناك تنفيذ عيني بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليها وحجز يعني المصنفات اللي هي غير قانونية. كذلك إذا لم يكن هناك إمكانية تنفيذ عيني، نتحدث عن تنفيذ بالمقابل. تنفيذ المقابل هو يكون يعني تعويض مادي من طرف الشخص المعتدي على المصنف لفائدة صاحب هذا المصنف. كما تحدثنا كذلك عن التقدير ديال التعويض يبقى في سلطته التقديرية للمحكمة. فيما يتعلق بالحماية الجنائية، هناك حماية جنائية لحقوق المؤلف وتحدثت عنها خاصة المواد 61 و 64 من القانون يعني المتعلق بحماية حقوق المؤلف. أولا حتى تقبل الدعوة الجنائية في هذا المجال لابد لها من شرطين. أولا ألا تكون قد يعني دخلت في أجال التقادم، يعني فيما يتعلق بالملكية الصناعية المشتري حدد الأجل للتقدم في 3 سنوات، أما فيما يتعلق بالملكية الفكرية المشتري يعني لم يحدد أجل للتقدم، وبما أن الأمر هنا يتعلق بجنحة فنتحدث عن أجل 4 سنوات. كذلك أن يرتكب الاعتداء داخل المغرب، يعني نتحدث عن جغرافية القانون الجنائي، يعني أن يرتكب الاعتداء على حقوق المؤلف داخل حقوق المؤلف أو الملكية الفكرية داخل المغرب، وبالتالي فنحن نتحدث عن الشرطين الأساسيين عدم التقادم وأن يقع الفعل داخل المغرب. هناك عدة صور للاعتداء، منها يعني الاعتداء المباشر وهناك اعتداء غير مباشر. الاعتداء المباشر نتحدث عن الركن المادي والركن المعنوي. الركن المادي يتعلق بتغيير يعني أو تغيير أو نسخ أو يعني سرقة إنتاج فكري معين مودع بدون إذن صاحبه. ثم فيما يتعلق بالركن المعنوي أن يكون هناك قصد جنائي، أن يثبت على أن مرتكب هذه الجنحة قد كان له قصد جنائي بهذا الخصوص. يعني في أحيان عدة لا يكون هناك قصد جنائي للمعتدي ويعني يثبت حسن نيته في إصدار ما قام بإصداره، وكان قد يكون هناك إهمال من طرف صاحب المؤلف بعدم اتخاذه للاحتياطات المقررة لحماية مصنفه المودع. كذلك فيما يتعلق بالجانب التجري نتحدث عن استيراد أو تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء، يعني حتى يعني المصنفات المودعة خارج أرض الوطن والمحدد صاحبها إذا تم من طرف شخص استيرادها وتوزيعها ونشرها
بدون احترام الاجراءات الجمركيه والاجراءات الترخيصيه في هذا المجال، فهنا نتحدث عن جرائم او هذا الفعل عن عقوبات زجريه في هذا المجال. كذلك هناك عقوبات على جريمه التقليد، جرائم بنص القانون التي استحدثتها تطورات تكنولوجيا في هذا المجال. نتحدث عن جرائم التقليد فيما يتعلق بصنع واستيراد او تصدير او تجميع او تغيير او بيع او تاجير او استئجار اداه او نظام او وسيله او عده خصيصا لتعطيل اداه او نظام اخر. كذلك صنع او استيراد او تصدير او تجميع او تغيير او بيع او تاجير او استئجار اداه او نظام او اي وسيله تسهيل فك رموز الاشارات المشفره الحامله للبرامج. كذلك استقبال او اعاده توزيع الاشارات الحامله للبرامج المشفره في الواقع. هذه الجريمه هي امتداد لسابقتها، لكن يعني المشرع المغربي خصها بتوضيح اكثر، استقبال او اعاده توزيع الاشارات الحامله للبرامج المشفره في الواقع، يعني المشفره يعني التي قد تنتج خارج المغرب، اشارات مشفره تستقبل بطريقه غير قانونيه وتوزع بطريقه غير قانونيه، فهي تعتبر جريمه التقليد مجرد من طرف القانون الجنائي المغربي. كذلك التحايل على كل تدابير تكنولوجيه، يعني البرمجيات الموضعه بشكل قانوني، اي تحايل عنها والولوج اليها او البقاء فيها يعني بدون اذن صاحبها واتباع اجراءات احتياليه، فهي كذلك جرائم تدخل في جرائم التقليد المعاقب عليها جنائيا. حذف المعلومات المتعلقه بنظام الحقوق او تغييرها بدون تفويض، يعني المعلومات المتعلقة بمالك برمجية معينة والولوج إليها وتغييرها ليسهل الولوج إليها من طرف المستفيد منها، كذلك تعتبر جرائم يعني معاقب عليها من طرف القانون الجنائي في هذا الإطار. العقوبات المقررة يعني على تغيير هذه المصنفات، المادة 64 تتحدث على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 10,000 الى 100,000 درهم او بإحداثين العقوبتين فقط، كل من قام بطريقه غير مشروعه باي وسيله كانت بقصد الاستغلال التجاري بخط معتمد لحقوق المؤلف المشار اليه في الماده 29 من القانون. هناك عقوبات تكميليه ايضا في الماده الجنائيه بالاضافه الى العقوبه الحبسيه والغرامه الماديه، نتحدث عن العقوبه التكميليه اللي هي حجز النسخ او المواد المستعمله، المصادره، كاينه مصادره الاموال المتحصله كذا او مصادره النسخ الغير مصنفه قانونيا، الاتلاف ديال يعني ديال هذه المصنفات المخالفه للقانون، غلق قد يصل الاجراء الى غلق المؤسسه التي تعتمد هذه الطريقه من او تخالف المقتضيات القانونيه المتعلقه بحمايه حقوق المؤلف. كذلك هناك عقوبات تكميليه متعلقه بنشر الحكم، هي تعطي للمؤلف الحق في ان يرد على الاعتداء الموجه اليه من الغير عن طريق الصحافه بما يرد اليه الاعتبار ويخفف الالام التي اصابته من جراء الاعتداء. يعني في هذه الحاله الحكم ينشر في جريده تكون من اختيار المؤلف، قد يعني تكون له اجبار لما اصابه من ضرر معنوي، وبالتالي فبايجاز من خلال ما تم مناقشته واتضح على ان المشرع المغربي حاول يعني وضع ميكانيزمات قانونيه على مستوى الاجراء كاجراء سباقي اولي لحمايه حقوق المؤلف، ثم على مستوى الموضوع بان سن يعني عقوبات قد تصل الى عقوبات سالبه للحريه في هذا المجال، وبالتالي يعني ترسانه شريعيه متواجده، لكن يبقى الاشكال في تفعيلها اولا بلجوء صاحب الحق الذي يرى على انه له مؤلف من المصنفات التي يجب ان تحمى ان يقوم بايداعها بالطريقه القانونيه، هذا الاجراء الاول، والاجراء الثاني ان يلجا من اعتدي على حقوقه او على حقوق تاليفه بان يلتجا الى الاجراءات المساحه قانونيا من اجراءات قانونيه استعجاليه وكذلك اجراءات في الموضوع. ولكم الشكر الجزيل على حسن الاصغاء، شكرا. شكرا للاستاذ فريد خرش المحامي بالاكناس والبرنامج في الدكتوراه حول هذه المداخله القيمه ديالو حول المنظومه القانونيه للملكيه الفكريه وتنوع الاشكالات تاع الملكيه الفكريه على الرغم ومجموعه من الفروقات التي تتعرف على الرغم وجود مجموعه من الاتفاقيات الدوليه للاخفاق. كذلك تحدث عن الحمايه الاجرائيه من الايداع القانوني ومصنف الايداع، وتحدث كذلك عن مجموعه من الامور لاجراء القانوني للحمايه الفكريه بالنسبه للحمايه المدنيه، وكذلك هناك الحمايه الجنائيه
وعن الفرق بين الاعتداء المباشر والاعتداء غير المباشر، كما تحدث عن الظروف التي يمكن ان تطبق فيها هذه الحمايه الفكريه في الاتجاه فيها للقانون. الان غادي نوقف مع واحد الاستراحه شاي في الاماكن ديالنا، من بعد غادي نفتحوا باب المناقشه ان شاء الله. شخص النقابة المستقلة الصحفي المغاربة، تحية للأستاذ المحامي والفرعية الأمانة الفرعية الإقليمية للنقابة الوطنية الصحفية المدني لحقوق الإنسان. فغادي نحاول نشير بعجالة على شكل نقاط باش لأن موضوع كبير كبير جدا والإسعاف فيه غادي ياخذ بزاف الوقت، فغادي نشير مجموعة من النقاط كومسار ونحاول نجمعوا الباسبور. فغادي نبدا منين بدا الاستاذ فريد قربال، من فين سال الاستاذ فريد قربال. فالسياق الزمني اللي جات فيه مجموعه من القوانين اللي كنعتبرها شخصيا هي قوانين جاءت من اجل التكميم، من اجل وأداء حريه التعبير، جات بها الحكومه السابقه، جات في واحد سياق زمني سياسي معين، الشيء اللي سمح لها انها تمرر القوانين بغض النظر على السياق الدولي والحراك الفكري واللي كيعرفوا في مجال حريه التعبير العالم العربي، فالعالم العربي والعالم ودول المعمور اللي كتامن بالحريات والديمقراطيه اتسيتيرا. فجات فغادي نشير بعجله، كانت واحد السرعه وواحد الوتيره في المشهد الاعلامي المغربي، بحيث اننا عرفنا ما يسمى بالصحافه الجهويه والمحليه والولاده ديالها والظهور ديالها. هذه الصحافه المحليه اللي فعلا بغض النظر عن النقائص ديالها وبغض النظر على الاخر، فعطات واحد الاشعاع وتوهج للمشهد الاعلامي المغربي والمشهد الحريه التعبير في المغرب. فهاد نقدروا نقولوا هاد الانفجار ديال الحريه في التعبير، فيمكن كان جهات اللي ما تقبلتوش لان كان كيشكل خطر على الوجود السياسي ديالها وما قدرتش يمكن التعبير الاصح، وانها ما غاديش تقدر وما قدرتش تسير السرعه باش غادي. فهاد عدم القدره على المسايره ديال التطور ديال المشهد الاعلامي المحلي والجهوي خصوصا، وكانت عقليات اللي الفت واحد النموذج ديال الصحافه الوطنيه فيها واحد ضوابط معينه، واحد الخطوط حمراء، واحد الجمل باش كنبداو باش كنساليو، ما كناش كنعرفوا ما كناش كنقدروا نتقبلوا مثلا صحافه بالدارجه مقالات بالدارجه، ما كناش كنتقبلوا الخوض في مجموعه ديال المواضيع. فباش ما نطولش، هذه الصحافه المحليه فبغض النظر عن النقيص ديالها فهي كانت كتشكل وشكلت ثوره في الحريات، هذا من جهه. من جهه اخرى تشكلت رافد للصحافه الوطنيه والمواقع الوطنيه، يعني نقدروا نقولوا مراسل بدون مقابل، واللي عرات وكشفت السوء ديال التسيير على مستوى القاعده. فكنا كنقولوا ديما على التسيير وعلى الفساد على مستوى الحكومه والقمه، فهي كشفت المستور على مستوى القاعده والمستور من الفساد ومن الزبونيه ومن المحسوبيه الى اخره ومجموعه من المواضيع. فكان من الضروري عند الحكومه ولا عند الدوله، نقدر نقول الدوله كان عندها ضروري توجه جوج ديال الحلول بين يديها، فاما انها تنوض تقنع هادشي وتسدوه في مره، فيا اما نقلبوا على واحد المقاربه قانونيه اللي غادي نديروا بها الماكياج ونبانوا زوينين قدام للمشهد الوطني ولا المشهد الدولي. فغنقلبوا على واحد المقاربه قانونيه باش اننا نحصروا هاد المواقع هاد الصوت ديال الشارع ديال بصح والصوت الحقيقي ديال الشارع. فجات في عجاله، خصوصا ان بعض الاحزاب باش تضمن الاستمراريه ديالها كان عليها كما قال الاستاذ انها تحكم في المشهد الاعلامي بشكل او باخر، من اجل تمرير ما يخدم المصلحه ديالها والمصلحه الانتخابيه والسياسيه ديالها، لان الحقوقي والفكري لا ينفصل ابدا عما هو سياسي، لا يمكن فصله ولا ينفصل ابدا. ففي ظل هذا السياق هذا وفي هذا التحول السريع اللي ما قدرتش تواكبه الحكومه وما قدرتش تواكبه الدوله المغربيه، فتم الالتجاء الى صياغه قوانين بعجاله من اجل وضع واحد النوع ديال الفريناج رابيد لهاد البقعه ديال الزيت اللي كانت غادي تنتشر وغادي ولا يمكن في وقت من الاوقات ان باغ لا سويت يعني من بعد او بعد حين اننا نتحكموا فيها. فتم لجمها وتم ضرب الطالح بالصالح،
كانت مجموعه من المواقع الوطنيه، ما نقولش مواقع الوطنيه بالحق، مجموعه من التنظيمات ذات صبغه وطنيه في ميدان الصحافه والاعلام، اللي كيخدم المصلحه ديالها انها توقف هذا الانتشار، ولا هذا ما كيعتبروش هما كونفرير، مي هاد لا كونكورونس، هاد المنافسه المستقبليه اللي غادي تقضي عليهم، لان مازال حتى هما مرتبطين بالعقليه القديمه في التصور ديال المشهد الاعلامي والتصور ديال الكتابه الصحفيه. وهنا بين قوسين ما يمكنش نقصيو التدوين الفيسبوكي ولي بلوغور وايتترا، فراه كيدخلوا في نفس السياق. فاش كنقول الاعلام فراه كنقص المشهد الاعلامي في الشموليه ديالو. جات موراها بعض التحولات السياسيه في البلد، وبعض الاحداث والحركات الاجتماعيه اللي اضطرت معها الدوله انها تمر للسرعه الثانيه والخطوه الثانيه، اللي هي لي بلوغور كما قلت ونشطاء الفيسبوك. فالمنظومه القانونيه اللي توضعت تم وضعها جانبا، وبدينا في واحد الموضوع، في واحد المنظومه قانونيه اللي تحركت من اجل تفعيل المتابعه، اللي نقدروا نقولوا خلينا قانون الصحافه والنشر، وبدينا في المتابعات الجنائيه والجناح وتسيتيرا. فتمت متابعه مجموعه من النشطاء من اجل تدوينات بسيطه، من اجل يمكن مستشفيات، من اجل جو سي با خدمه او سيرفيس، خدمه عامه ما كداش. فتم متابعه لدرجه تمت متابعه مجموعه من النشطاء الاعلاميين بالفصل على ما اظن الاستاذ يصح لي 291 من التحريض على جنحه، الفصل 291 راه معناتها تهديد الدوله من اجل السبيطار، ولا من اجل جو سي با ان سيرفيس بسيط ايغاليزاسيون. فهاد التحول وهاد السرعه وهاد الديناميه اللي عرفها المشهد، فما قدرش يواكبها المشرع وما قدرتش تواكبها الدوله. فلذلك كنشوفوا اللي وقع اليوم، بالاضافه للمصالح الشخصيه، نقولها بكل صراحه، المصالح الشخصيه لبعض الهيئات الاعلاميه وبعض اللي كتحكم في بعض النقابات اللي شاركت في اخراج القانون للوجود ووافقت عليه وطبقت له وصفقت له بدعوه تقنين المشهد ما الى ذلك. فتم وضع شروط تعجيزيه امام المواقع والصحف المحليه والجهويه من اجل وقت هذه التجربه اللي سبقونا لها مجموعه من الدول في اطار الجهويه المتقدمه، في اطار الحكم الذاتي، في اطار يعني في اطار توجهات اللي اوجوردي اللي اليوم حنايا في الدوله في المغرب حنايا كنمأسسوا لها. الدوله كتمأسس الجهويه المتقدمه اللي خص تواكبها صحف جهويه ومحليه بواحد. فانا ماشي ضد التقنين، ولكن انا ضد ان المقاربه الامنيه في التقنين. التقنين محبذ ومرغوب، ولكن قبل ما كنديروا التقنين كنبداو بالتحسيس، كنبداو بالتوعيه، كنبداو كاينين دي زيتاب، كاينه مراحل، كنبداو بشروط بسيطه للوصول للبيرفيكسيون، الوصول للكمال. فما غنبداوش حنا بالكمال كوم ساج، كنديروا ان فريناج للسيروره ديال التقدم والتطور ديال المنظومه الاعلاميه الوطنيه. فلا يخلو مشهد من الشوائب، غير هو التنقيه ديالو العسر كتنقى حبه حبه، اسمحوا لي على التوصيف بين قوسين. عندي الاشاره الثانيه، غادي نجي للحريه الفكريه. فالحريه الفكريه اكيد انها وحريه ليس الحريه الفكريه بالحق، الحق في كوم ساج الملكيه الفكريه. ف دروا دوتو مرتبط ارتباط وثيق بالحريه في التعبير. راه غنلقاو واحد المجموعه 40 حتى 50% من النقاله، راه علاش كينقل؟ راه لانه خايف، فراه كيشوف ان اكسبير. مثلا ناخذ اكزومبل ديميرمون، الزميل والصديق ديالنا مراسل الوكاله ديال المغرب العربي للانباء سرق مقاله ديالو كوبي كولي ميم فيرغول، الفيرغول ما تحيدتش. فاكيد ان هذاك الصحفي اللي كيخاف من هذه المنظومه اللي ما كتبعوش وفق قانون الصحافه، كتبعوا القانون الجنائي وفق فيصح لي الاستاذ الى قلت له بروتوكول، انا ماشي تخصص ديالي. وفق واحد المقاربه، واحد قوانين بعيده، واللي اليوم كنشوفهم مجموعه من الصحفيين اللي هما حتى الصحفيين الكبار المتابعين على اثرها، فاكيد انه غيلتجئ للنقيل تفاديا لكل ما يمكن، كل ما من شانه، باش منين غايقول نقولوا راه دار هذاك، ماشي انا راه غاخديت عليه. فهمتي؟ دونك كاين هذا الجانب. الجانب الثاني
انا حاولت نبسط الطريقه ديال مناقشه الموضوع من اجل باش نتواصلوا بشكل سلس. فالجانب الثاني فيما يخص النقيل راه عنده بعد سياسي، فالدوله تسمح هذاك النقيل راه يسمح للناس انهم يبقاو متواجدين، بعض الاشخاص اللي هما الدوله عندها نقولوا بالدارجه عندها الربح انهم يبقاو متواجدين في المشهد الاعلامي الوطني، راه كتسمح لهم بالنقيل باش يبقاو واجدين باش نهار نبغيهم ونوجه بهم الراي العام الوطني في الاتجاه اللي كيخدم المصلحه الانتخابيه ديالي والسياسيه ايتترا، راه كنلقى داك الاقلام موجوده. انا نهار غادي نحبس عليهم النقيب وغادي نفعل المتابعه النيابه العامه مثلا او الاجهزه المختصه تفعل المتابعه اوتوماتيكيا بلا ديكلاراسيون. اليوم كان بلا ما تكون شكايه كنتابعوا مدون وكنتابعوا صحافي، راه هادشي اللي كاين اليوم كنتابعوه وفق القانون الجنائي. فبنفس الشكل كان ممكن ان الدوله ان لا 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 اخر فبنفس الشكل بالامكان ديال المؤسسات القانونيه انها تفعل المتابعه في حق السراقه، في حق النقاله. ما يمكنش تفعل في حقهم بعض النقاله، ماشي كلشي، ما يمكنش تفعل في حقهم المتابعه لانهم غادي يموتوا اعلاميا وصحفيا وفكريا، وهذو محتاجينهم دوك النقاله اللي عندهم دور اخر. وشكرا، سمحوا لي الى اطرت. كلمة مرسي الحاج العروسي. على أي ناس سي مصطفى؟ باسمك المستشار الجامعي ببلدية ويسلاند، أرحب بالجميع مختلف الناس المتواجدين في القاهرة بأسمائهم وصفاتهم، وأشكر النقابة المستقبل الصحفي المغربي ووزارة الإعلام والإخوان تاع المناظر الإعلامية المتواجدة بالإسلام على قيامهم هذا اليوم الدراسي لجماعة الإسلام رغم محدوديات الإمكانية ديالهم. منظومة حقوق الإنسان واحترام حقوق الملكية الفكرية حبذا لو تفضلوا الأساتذة باش يعطيونا واحد الشرح، أنا لست متخصصا في هذا المعلومات الكبيرة، ولكن كما قال الأستاذ عبد الرحمن احنا هنا من أجل المعرفة ومن أجل ترقي نشحنوا نسقلوا المعلومات ديالنا. فحبذا لو أن يعني منظومة حقوق الإنسان هو عنوان كبير سمحت لي وتتمع لي العلاقات الدولية لا السياسية ولا الاقتصادية، يكفي أنك تقول مثلا واحد البلاد مثلا ما تطبقش في حقوق الإنسان اللي يصبح هو المجرم رقم واحد في العالم. بغينا نطبقوا عليه عقوبات اقتصادية وكذا وكذا، ندمروه باسم حقوق الإنسان. احترام حقوق الملكيه، ولو ان استاذ رحمه حطها في واحد الاطار شويه صغير، ولكن الاستاذ مشكور تفضل وعطى واحد الترسانه قانونيه نتاع القانونيه لما هو ساري في المغرب حول العقوبات الجزائيه وكذا والكيفيه وغير ذلك. فحبذا لو تفضلوا الاساتذه يعطيونا الشرح. انا شخصيا زعما كاين منظومه حقوق الانسان كما قلت هو الكبير، واحترام حقوق الانسان هي واحد الشيء اخر، فما هي الروابط القانونيه والأخلاقية اللي تتربط ما بين هذا الموضوع وهذا الموضوع. وشكرا. رغم كلمة سي إسماعيل خلفور عن مدينة سبيعة. شوية مجازة أولا في السياق ديال الأستاذ الكريم، فحقيقة أولا وقبل كل شيء هذا اليوم الدراسي وهذا اللقاء هذا أكبر رد على الجميع، يعني الجهات اللي تتحاول تكميم الأفواه، يعني إلى كان صحفي الآن فصحافة المستقلة بالضبط، يعني للأسف الشديد هو أن الصحفي دابا خصو يبقى يدير بل يهزو لا ساكو عاد يخرج، يعني يوجد راه ممكن في أي وقت في أي لحظة أنهم يطرقوا عليه ويديه. علاش؟ لان الصحفي المستقل هو الان هو الصوت ديال الشعب، هو اللي تنقل الحقيقه للشعب، في ظل هو اللي يواجه التعتيم الاعلامي الرسمي. فتحيه للصحافه المستقله، تحيه لجميع الصحفيين. فيما يخص حمايه الملكيه الفكريه تجد اولا كاين واحد انتقائيه يعني في التعامل مع حماية الملكية الفكرية، يعني تنشوفوا شي صحفي اللي عنده واحد الاسم ديالو وهذا يعني هذاك راه بمجرد ما تتم
يعني ان راه فراو للداو له شي سرقوا له كما قال الاستاذ شفروا له المقال ديالو الا وتقوم الدنيا وتقعد، ولكن حيت تيكون واحد الصحفي اللي هو مستقل وعنده المصداقيه ديالو وتسرق له المقال ديالو فما كاين حتى شي مشكل. هذاك مازال صحفي صغير، مازال هذاك راه هذا الى غير ذلك. ف يعني المطالبه هو ان خص يكون تساوي في التعامل مع جميع يعني السراقه والشفاره ديال المقالات. يعني ان باش يكون واحد المقال كما قال الاستاذ في اطار الحقوق الملكيه الفكريه كاين اساتذه جامعيين وكاين اللي سارقين اطروحات وهذا، ولكن ما يتمش التعامل ديالهم وفق القانون. فكذلك يعني بالنسبه للصحفيين المستقلين، واقولها واصطر عليها لانهم هما النبض ديال الشارع، هما الصوت ديال 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 الشعب، فخص التعامل بصرامه مع لانهم اللي تيتعرضوا بشكل كبير وما اللي تتعرضوا للسرقه ديال 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 الملكيه ديال الحقوق الملكيه ديالو. ف فيما يخص يعني هذا القوانين الجديده اللي تسطرات في سميتو وتم يعني التمرير ديالها، فشيء اكيد كما قال الاستاذ فشيء اكيد ان كان الهدف ديالها هو قطع طريق على الصحافه المستقله، قطع الطريق على الشرفاء ديال هذه البلاد. تنقولوها وتنفتخروا بها بان الصحافه المستقله راهم هما الشرفاء ديال هذه البلاد وهما اللي تيوصلوا الحقيقه، وبدونهم راه المشهد الاعلامي راه ما يمكنناش نقول عليه والو. تحيه للغايه. خصوص العنوان ديال اليافطه، يعني منظومه حقوق الانسان واحترام حقوق الملكيه الفكريه، نعلم ان المنظومه هي منظومه كونيه ويحكمها القانون الدولي. القانون الدولي هو مجموعه من الاتفاقيات ديال الاولي صدر على الامم المتحده، القانون حقوق الانسان يعني مجموعه من الترسانه على المستوى الدولي. ثم هناك احترام حقوق الملكيه الفكريه، وحقوق الملكيه الفكريه وما ادراك ما حقوق الملكيه الفكريه بشقها الصناعيه والتجاريه، ثم الادبيه والفنيه او ما يعرفوا بحقوق المؤلف والحقوق المجاوره. التدخل ديالي موجه للاستاذ فريد الحرش. اعتقد ان تفضلتم بالتشريع الداخلي ثم استثنيتم التشريع الدولي، لان مادام ان العنوان ديال اللافطه هو منظومه حقوق الانسان واحترام حقوق الملكيه الفكريه، هو ان التشريع الدولي او التشريع الداخلي هو يعني يستمد تلك النصوص القانونيه من التشريع الدولي. مثلا الاتفاقيات الفرعيه والاتفاقيات الشموليه، ربما تطرقت الى ما تطرقتش، وانما اعتقد انك طلعت عليها. الاتفاقيات الفرعيه والاتفاقيات الشموليه، اتفاقيه باريس، اتفاقيه بيرن. دونك كان من الاجدر انه يتمنى واحد التوطئه على المستوى ما يقوله التشريع الدولي وما يقوله التشريع الداخلي، حتى تكون هناك يعني المعرفه يعني اوسع للاخوه باش يفهموا، لان المنظومه ديال حقوق الانسان خصنا نعرفوا شنو هي المنظومه، وثم حقوق الملكيه الفكريه باش نعرفوا شنو حقوق الملكيه الفكريه. هضرت على النظام المغربي هو نظام تسجيلي، يعني تمشي تسجل عاد كنقول لك بانك راه عندك الحق باش تحمي الحق ديالك، سواء حق سواء الحمايه المدنيه او الحمايه الجنائيه. وشكرا. شكرا السي متوكل. كلمه السي عبد الحفيظ. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا على الدعوه. كنشكر السي الامين العام كره الحربيه لمدينه مكناس، ما نساوش اننا بديله طيبه من النقابه المستقله للصحافه المغاربه. موضوع راقي وامس، وحنا كنا في امس حاجه ليه هذه المدينه غير راقيه بين قوسين. وهذا قبل ما نبدا راي خاص لا الزم به احد، هي قبل ما نهضروا على الملكيه الفكريه بدا اننا نوضعوا النقاط على الحروف. اهم حاجه هي واش كاينه ارضيه للصحافه النزيهه الشريفه اللي تعكس هموم المواطن. حنا مازال ما فهمناش، يعني العالم كيمشي بواحد السرعه وحنا مازال يعني الحنين لاغاني ام كلثوم والاطلال، مع علم ان الجل الا ما اقول بعض الصحفيين مازال عندهم لبس في الكتابه الصحافيه والكتابه الادبيه. كنشوف مقال فيه 5 كيلومتر ديال 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 الهضره، 5 كيلومتر ديال المصطلحات، يستعرض علي مصطلحات كبيره كيمشي وهو لا يقول شيء.
الان المواطن، المواطن اللي هو الهدف، لان الراي العام هذه مسؤوليه كاع الصحفيين. الراي العام هو الهدف، كل صحفي يؤدي العمل ديالو بنزاهه وبشرف. المواطن فقد لان المغربي حس براسو بان جرائم كبيره ترتكبات باللغه العربيه وبالانشاء وان لا، لان بزاف اللي كيعرفوا يهضروا ولكن قليل اللي كيعرفوا يخدموا. فالمواطن من يحس براسو بان هذاك وما كاين، انا بعدا ضدك الفكره ديال صحابي كبير وصحابي صغير، كنا كيدفعنا الغيره على هذه البلاد، ولا كنت كنخالفك الراي هذا ما كيعنيش بانني ما كنبغيش او ما كنبغيش بلادي، هذا بالعكس. الان ان الصحافي الناجح هو مشروع معتقل مستقبلي، لان حنا وكنعرفوا بان الترسانه القانونيه مشي للحبس، بقينا عارفين حتى حاجه. غير اذا قلتي شي حاجه مخالفه خصك اولا تكون صاحب الرئيس ومجاور مع النائب، وخصك تكون متملق وكتبوس اليدين وكتلحس الكابه واعتبر. انا هذا واقع، لان باش نستغلوا الحضور ديال السيد الامين العام باش يشوف المعاناه اللي كيعانيها الصحفي النازي، خصني يكون صاحب الرئيس وخصني كذا هذا باش نحاول المعلومه. يا سيد الامين، المعلومه اللي هي حق دستوري تعطى لاصدقاء هذا الحزب وعلى هذا الحزب وعلى هذا، وكيدخلونا بواحد الدوامه بعيدين حنا وحنا في غنى عنها. هذا الصحفي اللي انا مثلا التجربه المتواضعه، وهنا ناخذ شويه على النقابه بحكم انها هي الدار البيضاء وعاد المغرب مكناس، يعني كاين اقلام ما كاينش يعني، ومع ذلك مهمشه نفسيه بحكم ان التوجه كامل غادي للدار البيضاء وكتابه الدار البيضاء كيف ما كان الحال. بالنسبه لهذاك الصحافي اللي بامكانياته الذاتيه بقناعته وبغيرته يهز شكارته ويقطع صباطو ويمشي تيجري ويكتب واحد 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 الخبر بالطريقة كيف ما بغى المواطن او الراي العام، راه عنده متتبعين ديالو بحكم ان لمسوه الصدق ديالو في داك الكتاب، لمسوها. ما بقى حتى واحد جامبو، ما بقى حتى واحد كتب له اننا وكنا نتحد ولا ربما، وهذا ما تقول له جاك الهضره، جيب له واحد الماده اللي على الاقل تشفي الغالي ديالو او توصل صوته. اما باش نحاول اننا نكتبوا عالم، لان هذه اشكاليه. هذا كاين الاخوان اللي ما كيفرقوش بين الكتابه الصحفيه والكتابه الادبيه. ممكن انه يكون اديب يكتب كتاب من لحظه، يعني عنده واحد الرصيد اللغوي اللي كيخول له انه يكتب هذا، تبارك الله، هذا مكسب بالنسبه للمشهد الثقافي. ولكن الصحافه راه بعيده على الكتابات هذه. الصحافه هي ان هذاك الراي العام كتحط صبعك على واحد الخلل في تربيه ما وفي مكان ما وفي هذه المساله. هذه من جهه، اخرى ان اذا كان حنا نعطي النموذج ديال مكناس، كل ما كنت نزيه كل ما انت قريب للحبس وعدو جامع. علاش؟ لان خصك تنتمي لهذا الحزب او تكون متملق لهذا او علاش؟ انا اللي كنشوف ان هاد الناس لان النضج خص المسؤول يكون ناضج. حنا كنهضروا على هذا سرق لهذا مقال، هذا سرق لهذا، حنا مازال ما وصلناش لهادشي. الاهم هو السرقه الكبرى للوطن. اذا كانت الغيره عندنا، السرقه الاولى هي الوطن، ملي كاين تلاعبات. وانا كنشوف ان التوجه السميع لبعض السياسيين قتل ذاك كلمه الحق، قتلها، وفي غياب مؤازره للجهات اللي خصها على الاقل تشجع، وفي ذلك يتلبس المتنافسين. يعني بالنسبه نحطوا حق، نحطوا ارضيه متساويه بعد لجميع الصحفيين، واللي عنده شي ابداع تما نقدروا نهضروا على الملكيه الفكريه. تما نقدروا نقولوا اه هذا الاستاذ. انا غير كنشوف مثلا كاينين صحفيين بين قوسين واعتذر ربما ما نطولش، غير هذا والسميع من باب الغيره واستغلوا هذا صحفيين ليس لهم هنا في مكناس مثلا، ما عندهم صراحه يمشيوا يديروا شغل اخر، ولكن تجدهم هما في الصف الامامي، تجدهم هما اللي عندهم المعلومات. فكيولي هذاك الشاب اللي طالع
في الميدان الصحفي وعنده واحد الغيره وعنده واحد الطموح حتى هو يمارس ويقول هذا كيلاحظ بان الشير ديما اتحمل المسؤوليه بهذا. الشير ديما هي القدوه لان هي اللي واصله. انت بعيد مقصي بحكم ان فهنا كنوليو ننتجوا صحافه اخرى تكرر نفسها وتكرر جميع هذا بعيده على ذاك الغيره وعلى حب الوطن الحقيقي اللي هو اننا نقولوا العيوب ديالنا كما هي. لا داعي اننا نديروا المكياج. وشكرا. كساكنة وكإخوان ويسانس نقول لكم مرحبا بكم عندنا طبيعة الحال في هذا اليوم الدراسي من خلال الموضوع اللي حضرتنا قبل الصحنة للصحفية المغاربة يعني العنوان اللي هو متعلق بمنظومة حقوق الإنسان احترام الملكية الفكرية. بطبيعة الحال كان ضمن هادو جوج العناوين كل يعني إلا جينا نهضروا على حقوق الإنسان راه خاصوها يوم دراسي ولا جينا نهضروا على الملكية الفكرية كذلك خاصو يوم دراسي كله. ولكن كنشوف ان القاعة والنقاش مشى بزاف في هذا الإطار تاع الملكية الفكرية و هي اللي كان واقع عليها النقاش اكثر. ف بحث بسيط اولا بالنسبة لنا احنا كدولة المغرب، فاول ظاهر يهتم بالملكيه الفكريه صدر في 1916 كان عندنا اول ظاهر، ثم كان الظاهر الثاني اللي كان في 1926، ثم ظاهر ثالث في 1927. وبالتالي في الفتره نتاع الحمايه فتره الاستعمار كان ربما كنا كنهضروا على ثلاثه نتاع الظاهر اللي كتهتم بالملكيه الفكريه في المغرب. بعد الاستقلال كان اول ظاهر كنظن اللي هضر على الملكيه الفكريه في المغرب كان في سنه 1970 وتم التعديل ديالو في 1971، ثم انتظرنا من 1971 حتى 2006 عاد تم التعديل كذلك نتاع هذا الظاهر او القانون نتاع الملكيه الفكريه. غير يعني اللي بغيت انا نشير له هو ان بالنسبه للملكيه الفكريه في المغرب كنركزوا بزاف، كنظن المشرع ركز بزاف على الملكيه الصناعيه اكثر ما ركز على الملكيه الفكريه بالنسبه للمؤلفين وبالنسبه وبالتالي التعديلات فاش كندخلوا نبحثوا على التعديلات اللي كيدير المشرع كنلقاو ربما بزاف نتاع القوانين صدرات حتى لحدود 2015 كلها كتعلق بالفكر بالملكيه الصناعيه، بينما الملكيه اللي كتعلق بحقوق المؤلف وكذا ربما عندنا واحد النقص كبير لحدود الساعه في المغرب خصوصا مع تطور الادوات التكنولوجيه، لان اليوم فاش كنهضروا على الانتاج الفكري ولينا كنهضروا على واحد العالم اخر اللي هو الاوديو فيزيوال لي فيديو. مثلا كتلقى مؤسسه ناتجه يعني مضيعه وقت كبير تدير انتاج واحد العمل كبير باش تنتج واحد ربما واحد سبوت بيبليسيتير مثلا ولا واحد التغطيه اعلاميه كيضربوا تمن عليها كتحط في ظرف ساعه كتلقى مجموعه المواقع عزاتها اولا الصفحات كتبدل غير اللوغو وكتهبط نفس يعني المنتوج. حيز التنفيذ في اوروبا قانون نتاع حمايه المعطيات الشخصيه، يعني الناس وصلوا لحمايه المعطيات الشخصيه، وبالتالي في اوروبا الى قارنا التشريع الاوروبي اللي هو حدانا مع التشريع ديالنا ربما كنقول اننا حنا جد متاخرين في هذا المجال. فهذا القانون اللي نتاع حمايه المعطيات الشخصيه اللي دخل في حيز التنفيذ في شهر ماي كنظن تاع 2018 التنفيذ الاوروبا، شنو جعل شركات اوروبيه اللي كتاجر بالمعطيات الشخصيه تنقل لو سياج ديالها اولا تنقل المسائل ديالها للمغرب ولدول شمال افريقيا باش كتهرب من القانون، لان اذا اطلعت على ذاك القانون فهو قانون ما فيش عقوبات حبسيه وانما فيه عقوبات مكلفه ماديا لدرجه انها كتوصل يعني الى تبتي ان ذاك الشركه تاجرات غير بالمعطيات الشخصيه ديالك كتوصل 4% من سميتو من راس مال الشركه، يعني كيحكم عليك القضاء الاوروبي ب 4% من راس مال الشركه كتعويض لكل واحد. بالتالي فالنقاش يعني اللي بغيت نقول
السيد المحامي اللي معنا هو هذا المنظومه، وكذلك تقريبا هذا المنظومه التشريعيه تاع الملكيه الفكريه هنا في المغرب، يعني كيفاش ممكن نطوروها. وشكرا. احترام حقوق الملكية الفكرية هو موضوع بحث أكاديمي، بمعنى أننا في إطار مناقشات واحد موضوع الذي يمكن أن نؤلف من خلاله مجموعة من الكتب أو الأطروحات ديال الأطروحات الجامعية. منظومة حقوق الإنسان أنا كنربطها في علاقة بحرية التعبير والصحافة في المغرب، ربما باش نكونوا اكثر تخصص. يعني هذه منظومه حقوق الانسان في وعيها الكوني عطات للانسان في الجانب ديالو الانساني اللي هو الانسان، عطاتو مجموعه ديال الحقوق، من بينها بين هذه الحقوق هناك حريه التعبير. حريه التعبير تتمظهر وتتجلى في بعدها الصحافه، بمعنى ان الإخوان الصحفيين الكتاب المؤلفين هما اللي معنيين بالدرجة الأولى بهذه حرية التعبير. إذا الملاحظ في السنوات الأخيرة، يعني إلا بغينا نقولوا بدات من 2007 2008 2009 إلى حدود 2018 وحدود 2019، عرف المغرب أن العالم ككل، المغرب هو جزء من طبيعة الحال، واحد الانفتاح كبير على العالم الإلكتروني. هذا الانفتاح على العالم الإلكتروني أتاح مجموعه من الفضاءات ديال التعبير، خصوصا بالنسبه للشباب. هذه الفضاءات ديال التعبير تجاوزت الاشكال التعبيريه الكلاسيكيه التي كانت الدوله الى حدود معينه، يعني في الامس القريب يعني تتحكم بها. حاليا هذا الفضاء الازرق كما يسمى او العالم الالكتروني اتاح واحد الحيز ارحب واوسع خصوصا للشباب التعبير على الافكار ديالهم. يسفي غير باش نمونطي واحد البيت فيديو، واحد الفيديو صغير نقول فيه بزاف ديال الهضره، وقد يتاثر او لا ينام من يهمه الامر. اذا هذا الاشكال ديال التعبير ولات مرتبطه بنبض الشارع، ولات مرتبطه بالهموم. فبالتالي ومعنا واستغل التواجد نتاع الاستاذ ادريس العروسي كمستشار جماعي معنا في رفض الإسلام، يعني ربما الإخوان المدونين أو الإخوان الصحفيين داخل الإسلام يتجاوزون طرح الإشكالات التي تعاني منها الجماعة، أو ينبهون في بعض الأحيان حتى الأعضاء ديال الجماعة ربما الإشكالات اللي قد تغيب عنهم. فبالتالي هذه الإشكال هذه تجاوزت ما هو مؤسساتي، يعني وصبح الإشكال كيفاش غادي نقنوه. فبالتالي الدولة حاولت أن تجيب لنا قانون ما يسمى قانون الصحافة، ولكن الملاحظ أو في العموم في النقاش ديال هذا القانون الصحافة، هناك مبدأ أساسي هو تكميم الأفواه، ربما كما جاء على لسان بعض الإخوان المتدخلين من قبل مني. فبالتالي هذا تكميم الأفواه بدا خصوصا من بعد من بعد 2011 لدابا، اللي من المفروض 2011 جانا دستور سمي أو لقب به بالجيل الثالث من التفاطير او الجيل الرابع ولا ما شنو، اللي من المفروض انه اعطى فسحه ارحب لحريه التعبير وحريه الصحافه والحريه الفرديه. فمن داخل هذا الدستور هذا ولا هذه الوثيقه هذه كنشوفوا بان الدوله حاليا ولات كتضيق الخناق على مجموعه ديال الاخوان، خصوصا الاخوان الصحفيين، ولا يخلو، وهذا نقاش كان نقاش حقوقي، لا يخلو هذا القانون هذا حتى من الاكراه البدني، يعني سلب الحريه. راه هضروا الاخوه القبيله على العقوبه الحبسيه. اذا انا انطلق من مبدا كوني، مبدا اساسي اللي هو المبدا الذي بني عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنه 1949 او 48، اللي هو حريتي تنتهي عندما تبتدئ حريه الاخر.
إذن السؤال الذي أطرحه هنا هو سؤال ربما ما موجهش للأساتذة المتدخلين، ولكن موجه غير باش لخلخلة المفاهيم وخلق واحد جو من النقاش داخل القاعة، هو متى تنتهي حريتي ومتى تبتدئ حرية الآخر؟ هذا سؤال. إذا في إطار الشق الثاني من الموضوع اللي هو احترام حقوق الملكية الفردية، كيف يمكن حماية الملكية الفردية في ظل غياب الوازع الأخلاقي؟ وأنا أسطر على الوازع الأخلاقي، ونحن نعيش أزمة قيم، والكل يجمع على ذلك داخل المجتمع، وماشي غير في المجتمع ديالنا، للأسف على المستوى الدولي راه حتى أرقى الدول المتقدمة راه حتى هي كتعيش أزمة قيم. الوازع الأخلاقي لدى بعض الأشخاص، علما بأن المبدأ الأساس في التأليف الأدبي أو الفكري هو اعتماد ما يسمى بالإحالة المرجعية. ماذا؟ عندما نلجأ إلى الاقتباس، على الأقل فاش نقتبس واحد المقولة ولا واحد الحاجة من شي واحد، على الأقل كندير ديك الإحالة المرجعية في حال الاقتباس. وهل فعلا سوف يتم تفعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومة؟ شكرا. ما تحوج المدينة كما قالوا الإخوان قبل مني إلى مثل هذه الأيام، لأنه بالفعل لتلمس بأنه الإخوان أغني عدروا بزايا، لأنه فعلا لها الفرص قليلة عندنا في المدينة إحنا باش تيح أن مثل هذه اللقاءات إنسان كي تعلم. ولكن ما أسجله هو أنه هناك يعني واحد نظرة نوعا ما تشابهية حول هذا الموضوع، هذا الفرص الملكية الفكرية أو منظومة حقوق الإنسان والعلاقة بينها وبين يعني الملكية الفكرية. الدليل هو أنه المنظمة الحقوقية في المغرب هي يعني تقوم بعملها منذ سنوات، وبفضلها وصل المغرب إلى ما وصل إليه. أتمنى أنه دائما ننظروا للكأس المملوءة، نصف الكأس المملوءة عوض أننا نشوف الفارغ، لا بغينا نزيدوا القدام، لا بغينا نبنيو. بمعنى أنه الإخوان اللي كيشتغلوا في حقوق الإنسان هما تيشتغلوا فعلا، كاين حقوقات، كاين مجموعة ديال العطاء اللي كتحقق هذا المسار هذا، ولكن في الأول وفي الأخر حققنا يعني شيء كثير، وأن ما تتحدث عليه يعني المنظمة العالمية هو بفضل المنظمة داخل الوطن هي التي تعطي تقارير، وهي التي تعطي حالات معينة. ما يمكنش أنه مثلا ما وقع في قسيمة أو ما وقع في جرادة أو ما يقع يوميا في كل قرية ومنشر يعني في المغرب إلا وتجد أن الهيئات الحقوقية تشتغل. إذا لا نبخس الناس أشياء لهم. نفس السياق كذلك الإعلام المحلي بالخصوص، الآن هي فضائح كبرى ومجموعة من الأمور بنت بفضل الإعلام المحلي، بل وصل الحد إلى إعلام المواطن، بمعنى أنه اليوم المفهوم ديال الإعلام مابقاش خصنا ندير موقع ولا ندير جريدة ولا نكون صحفي. هذا النقاش هذا خصنا نفهموه بأنه المواطن راه صحفي، تيتعرض لشي حالة، تيدير فيديو، تيصور راسو، ولا يدخل العالم الأزرق فيسبوك ولا هادي، يمكن له يخلق اللي ما يقدش يخلقوا موقع معين أو هادي. إذا بمعنى أنه حتى المواقع المحلية هي تشتغل وفق الإمكانيات ديالها، وبالتالي أنه للناس الحقوقيين والناس الإعلاميين هما يشتغلوا. وهذا هو اللي مهم، أنه اليوم على الأقل إحنا غادي يكون عندنا واحد المجلس وطني بعلته بما له وما عليه، على الأقل غادي يكونوا ناس يمكننا كباقي المجالس اللي هي الذات يمكن له يقرر في واحد المهنة. لأول مرة كنوصلوا الناس باختصاص أنهم يقرروا في المهنة، شحال هذيك أن دائما إحنا غير داخلين إما مع وزارة الثقافة إما مع وزارة الداخلية. أنا كنتحدث على الإعلام والصحافة يعني منذ نشأته في المغرب، إما يكون تابع لوزارة الداخلية وزارة الداخلية والإعلام أو وزارة الثقافة والاتصال. اليوم غيصبح مجلس وطني سيقرر هذا المعنى، هو الذي يعني سينشغل بشؤون الصحفيين. أنا تنقول بما له وما عليه، كيبقى على الأقل هذه التجربة أولا، هذه الولادة يمكن الإخوان كاملين يواكبوها وينتقدوها. قضية أن مجموعة ديال الأمور هو أنه مدينة مكناس من تسرى هذا العالم، وتنجي الأخ هايس بأن هذا الموضوع هو في المغرب كامل حتى لا نستطيع. الحمد لله تنشوفوا المغرب كامل، راه الصحافة الحال ديالها في المغرب كامل ماشي في مدينة مكناس. ما يقع في مدينة مكناس أنا كنسميوه واحد النوع من التدافع، معاك في داك الشيء اللي قلتيه بأنه ناس كذا ناس كذا، ولكن نخلوه في
الاطار تاع دابا بين هادشي اللي تيحصل في الدار البيضاء تيحصل في تصور انه حنا كنظموا كاع تظاهرات دوليه وكيجيك واحد النوع من الصحافه اللي ما كاينش الله الا من كلاس ما تنحترمهم هادشي في الرباط بمعنى انه من ما نقيسوش ونقولوا بانه راه ما يجيش من كلاس لان انا تنبغي دائما نحاولوا بان راه جميع اللقاءات تنريبوا راسنا بيدينا لا حقوقيين ولا اعلاميين اعلام في مدينه مكناس بخير اخوانا انا كنقول لك واحد النوع من التدافع الاصلح غيكون البقاء غيكون الاصلح غيكون الناس اللي هي اللي عندها كفاءته وكل راه بركتو على ظهره وكل الحمد لله وكفاءته الى زاد فعلا انه هذه الخطوات اللي كدار فيها يعني كديرها الحكومه على مستوى هذا المجلس الوطني الى فعلا تفعلت المسائل ديالو كنظن بان هذا الميدان غادي يشد المسار ديالو حقيقي وغادي يبانوا شكون هما يعني الصحفيين وغادي يبقى التسميات الاعلاميين والمنتدبين والمراسلين وكذا وحنا عندنا خلط كلشي المصورين وراه كل واحد عنده مهمته ولكن في مدينه مكناس كلشي كيدخل صفه صحفي ولكن على الاقل راه ما تنتجه مدينه مكناس اعلاميا بكل صدق والله العظيم الى كل صدق بانه ما تنتجه اعلاميا لا تنتجه الدار البيضاء ولا لا في الورقيات ولا في المواقع الالكترونيه الكبيره بدليل انه دائما ما يمكنش تدخل شي موقع كبير ولا هادي الا كتبقى تجريو على الاخبار اللي كاينه في مكناس او في جهه شمس مكناس اللي فيها ناس خدامه هنايا في ذاك المواقع لانه كاين كفاءات وهذا اللي بما يخص يعني الموضوع انا كنت نقول بانه يكون ورشه اكثر من انه يكون تنظيم بمعنى ما ينقل من المواقع وتتحط موقع اخر كصحفي او كيهزو كيديرو جريده الورقيه على الاقل كما قال الاستاذ تكون ذاك المرجع يقول بانه بتصرف يقول بانه عن كذا عن هذا راه هذا من نهار تولدنا هادشي كاين غير لانه فعلا ملي كتهز واحد الماده كامله وكتنسبها لك اذا انت هنا خالفتي كاع جريمه لا وما اظن انا ما اظن هادشي كيكون غير في المسائل ديال الريبورتاجات ونوع من التحقيقات ونوع من المسائل الاجتماعيه اما مقالات وتحدث عن العمود او مقال راي يستحيل ان واحد تينسبوا لراسو راه الا نسبوا لراسو راه مصيبه فاش واحد جلس وحلل واحد يعني واحد الامور وقادها وكذا ودي نزلها في عمود ديالو هذيك انا ما عمري شفت مثلا نيني ولا 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 توفيق بوعشير اللي كان تيكتب الله يفك صراحه ولا كانوا تيقول بانهم شاروا شي مقال ولا هذه يستحيل لان المقال ديال التحليل ولا مقال الراي العمود ما يمكنش شي واحد يهز منه لان غيبان اليوم هزيتي راه مباشره هذيك ماشي افكار ولكن باش يكون مقال اجتماعي حاجه توقع هنايا وقع هنا على الاقل شير بتصرف الى هزيتي الصوره تاع داك المصور اللي خرج وضرب تماره وكذا دير سميتو وهادي هاد ولا شي هزيتي شي باراغراف من شي بلاصه كتقول هذه راه مهزوزه بين قوسين عن كذا بمعنى هذه كتعرف باش تنقش من العمل اللي كدير بقدر ما انها راه فعلا كتحطك واحد الوضع ديالك بانك انت تحافظ على الامانه وهادي ما يخص التحريف اللي هو كنهضروا عليه اللي هو كتشمل هذا حمايه او حقوق الملكيه الفكريه هي راه اخص المشرع من شكل مقال من 1916 الى حدود 2006 راه كان الغرض المشرع هو يحمي الابتكار يحمي ما هو يميل اكثر الى ما هو صناعي من حقوق مؤلف اللي هي يعني ادبيه بدليل انه مثلا في السينما ما بقيناش لم نعد هذه بعد واحد 5 سنوات 6 سنوات ما بقيناش ذاك الكرمه القرصانه سال هذاك العالم لان يدخل وسائل التكنولوجيا تعرفات الامور فين يمكن لك تحطها فين يمكن لك المشكل باقي في المسائل الادبيه يمكن كاين اما في المسائل الصناعيه او يعني بما يخص كاع صناعه الفكر كامل بما يخص تشكيل او ثقافه او سينما او مسرح لا اظن انه بانه الامور اصبحت كما كانت عليه بل اليوم اصبحت يعني السلطه اللي هي والعقوبات والجزريه اللي كتنزل على هاد الناس اللي كيداروا كنقول بانها راه ولاو تيتوصلوا بها بل اكثر انه في الدار البيضاء نموذجا باش نختم حتى الجرائد الورقيه كاين اصحاب مقاهي اللي تمت المراسله ديالهم باش يخلصوا ضعائر في الدار البيضاء علاش كتوزع داك الجريده مثلا المساء والاخبار وكذا وكتحطها باش يقراوا واحد اخرين انا كنقول لك بان كاين هذه في الدار البيضاء والاستقبال يكون ادرى مني بهذا الشيء على اساس انه هاد الامور ها هي جايه انا كندعي في الاخير ديال هذا اللقاء اللي هو انا كنقول بانه مثل هاد اللقاءات هي اللي غادي تفهمنا اكثر وتعطينا اكثر على انه راه اللي ناقص فعلا في مدينه مكناس هو التواصل بيناتنا هذا هو اللي اهم اما ما يحدث في مدينه مكناس هو اقل بكثير مما يحدث في مدن اخرى والسلام عليكم.